السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسله ديال الاسئله المتوقعه نهار الامتحان الجهوي المرتبطه بالشابيترو 7 ديال لوغومون لا بوطا ميرفي دو احمد الصفريوي. كيف شفتوا في الفيديوهات السابقه درت معكم دوك الاسئله المرتبطين مع لي زوطرو شابيترو. دابا وصلنا لو شابيترو 7. طلبوا مني بزاف لي كومونتير انني نقسم لكم لو شابيتر بزاف ديال البارتيات وندير اسئله خاصه بكل بارتي. الصراحه غيجي طويل داكشي بزاف وما غاديش يبقى ليا الوقت انني نكمل لكم الشرح ديال المسرحيه كامله. داكشي علاش قلت خليتها نكمل الشرح ديال المسرحيه وندير الاسئله بخصوص لو شابيتر اون جينيرال. ديك الساعه نقدروا نقسموا كل شابيتر البارتيات ونديروا لهم اسئله خاصه بهم. ما تبخلوش عليا بجيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم واحسن كومونتير تقدروا تخليوا ليا من غير انكم لبغيتوا تقترحوا عليا شي حاجه انكم تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره. نبداو على بركه الله. اول سؤال عندنا معلق بلو شابيتر 7. Quel désagrément rencontra Sidi Mohamed malgré son sentiment de supériorité dans ses habits neufs. Quelque chose, rarement, un Sidi Mohamed, il y a un qui pense qu'il n'a pas eu le choix ou de sortir de l'habit neuf. Mais il y a un qui pense que c'est un sentiment, il y a un barrage de mauvais sentiments. Quel est ce sentiment? Il avait un peu de fièvre, quand il chouillait, dit le Srena. Les vêtements et les babouches n'étaient pas à sa taille, ou les chouïs, ou le belga, mais qu'un ouche, yanni, qu'addo, nichen. Je vous sache, ou hada, anna, ou le skulchi kibirali, il m'a qu'un fil de Srena, la chihaja, il aslan, ou ma douche, ou kadji, chouillait à Srena, ou kadji, zèf, dit le Srena, yanni, nichen, kaimra. Je vous sache, ou b. Quel achat fit le père Abbé Mouli Idriss et à quoi allait-il servir? Quel achat fit le père Abbé Mouli Idriss et à quoi allait-il servir? Quel achat fit le père Abbé Mouli Idriss et à quoi allait-il servir? De l'huile d'olive à offrir au maître d'école, يعني مشرا الزيت باش العود باش يعطيه يعطي سيدي محمد الفقيه نهار عاشوراء. ولا ان بولي بوغ لو ديجوني دو العاشوراء ولا شرا دجاجة باش يحتفل باش يتغداو بها نهار ديال عاشوراء. ولا ان سيرج ا اوفرير او ميتر ديكول ولا واحد الشمعه اللي هي كبيره باش يعطيها سيدي محمد نهار عاشوراء للفقيه. هذا هو الجواب الصحيح. العاده ديالهم انهم كيعطيو شي حاجه تاع الفلوس للفقيه وكيعطيو واحد الشمعه كبيره نهار ديال عاشوراء. À quel moment de l'après-midi de la Ashura, quelque fin à l'âge d'âge, يعني من وراء الغداء ديال في النهار ديال الاحتفال بعاشوراء, سيدي محمد reçut-il la permission de monter sur la terrasse? خد سيدي محمد من الأم ديالو الإذن باش يطلع لسطح في الأول ما بغاش تخليه وني من بعد خليته. لوغسكو لالا زبيدة فولي فيغ لا سيست, واش في اللحظة اللي لالا زبيدة بغات زعما تنعس تاخد القيلولة ديالها ترتاح شوية منه. ولا كون زينب كومونسا اجوي او طومبو ولا مني بدات زينب كتشطح بالطعريجه ديالها. ولا لوغسكو لالا عيشة سا بخيتي ا غاكونتي ان سكري, سير لالا زبيده وني كاين سيدي محمد وكيتصنت. هذا هو الجواب الصحيح. هما صدروا قالوا ليه قالت لي مصير طلع للسطح لعبوا داكشي وباش تصنت للصديقه ديالها شنو غادي تقول ليها. À quel spectacle assista Sidi Mohamed chez le barbier? Je n'ai jamais le pas le festival ou le festival qui est dans le cœur de Sidi Mohamed qui est apparu sur un ou un des membres de le barbier, qui est Si Abd Rahman. La pratique d'une saignée, يعني واحد الحصة ديال الحجامة, ou la une extraction d'une dent de sagesse, ou la شيء واحد اللي حيد الدرسة. الجواب صحيح أنه حضر الواحد السيد مريض كان كيدير ليه هاد السي عبد الرحمن الحجامة, يعني هذا هو الجواب الصحيح. نعود نذكروا أن سيدي محمد ما كيحمل لا زينب لا السي عبد الرحمن لو باربي الحجام ما كيحمل لا عائشة. ثلاثة ديال لي بيرسوناج ما كيحملهمش حد الآن فين شفنا فين وقفنا في لو شابيترو 7, يعني ثلاثة الناس عقلوا عليهم ما كيحملهم ما كيشمهم. Quel instrument de musique avait Zineb? Est-ce qu'il y a des musiciens ou les aides qui cherchent Zineb pour l'occasion de la Ashura? Un minuscule violon, يعني شريت واحد violon واحد كمانجة صغيرة ولا un minuscule tambour ولا طعريجة صغيرة. شريت طعريجة صغيرة بقى كده حكى لي سيدي محمد, يعني طعريجة قال لي هذا ما فيها لش تشبر ما فيها إيش مو بقى كده احتقر ذيك اللعبة دياله. Quel a été le programme de Mme Abslam et de son fils après le petit déjeuner de la Ashura? Quel est le programme de Mme Abslam et de son fils après le petit déjeuner de la Ashura? Nous savons que le fils de Mohamed a été le plus important pour les trois pour qu'il soit en train de se mettre 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 en
faire les courses pour les Zoubida, ils vont s'accrocher les Zoubida, ils vont la traduire d'elle, rendre visite à Moulay l'Arabi, zoor Moulay l'Arabi, les qui sont bleu blanc et rouge les Aïcha, ou la accomplir la prière collective à Moulay Idriss, ou les ils vont dire salat le jamaïe à Moulay Idriss, zaro les qui fait le jawab صحيح هو هذا هو سي. Quel imprévu changer le programme prévu pour l'après-midi de l'Ashura? Quelle est la chose qui a été faite ou qui a été faite pour l'après-midi de l'Ashura? Il y a un programme qui a été fait pour l'après-midi de l'Ashura. Il y a un programme qui a été fait pour l'après-midi de l'Ashura. Il y a un programme qui a été fait pour l'après-midi de l'Ashura. Il y a un programme qui a été لو ديبار انطوندو دو المعلم عبد السلام يعني الرحيل غير متوقع ديال المعلم عبد السلام لشي بلاصه لا ديغراداسيون دو لا سونتي دو سيدي محمد يعني الصحه ديال سيدي محمد يعني ما يعني كي نقولوا الظهورات يعني صافي يعني ما كيحس براسو عيان ولا مريض ولا لاغيفي انطوندو دو للعيشه ولا المجيء الغير المتوقع ديال للعيشه هما كانوا باغيين يمشيو عندها منيش غدا وصدقت هي اللي جايه عندهم كنزه Quelle récompense Lella Kenza a-t-elle donné à Sidi Mohamed? Je n'ai pas le mot Lella Kenza Chouafa, Sidi Mohamed, pour lui avoir apporté la montre hijab liha wahad la raïchette à Nana, saïftatum liha Lella Zubida. Une poignée de grains de sésame, tatou wahad kum chafi di diel jinjlen, ou la une poignée de pois chich ou la diel l'hammas. Le jawab sahi anna tatou. الحمص وقال لك واقيلا الحمص هذا هو وجبه ديال دوك جنون ديالها وهذا الشيء شويه ضاق جا عادي وياكل كلشي كي يا سيدي احمد شكون هو هذا سيدي احمد هذا اللي دخل عند السي عبد الرحمن لو باربي الحجه ملي كان المعلم عبد السلام وباه داخلين باش شادي النوبه باش يحسن سيدي محمد هاد سيدي احمد واش هو لو فيس دو الحاج عزوز برادا لو مارشون دو تي واش هو ولد الحاج برادا البائع ديال اتاي ولا لو فيس دو الحاج علي العمراني لو مارشون دو تي ولا ولد الحاج علي العمراني الجواب الصحيح هو هذا كيف شفنا في لو شابيتر كي الي شيرشي لو بيترول بور لالا زوبيدا لالا زوبيدا بغات تشعل ديك لا لومب ا بيترول ديالها لقات ان الغاز ما بقاش فيها شكون اللي مشى تسخر لالا زوبيدا باش يجيب ليها الغاز واش ديت لو تينيول المتعلم ديال المعلم عبد السلام ولا سيدي محمد هي قال لها سيدي محمد نمشي نسخر لك ما بغاتش حيت كان الليل ولا دريس العواد ديت العواد راجل رحمه وبابا زينب ولا علال ملي كنقولوا علال يعني علال وجاردينيه راجل فاطمه الجواب صحيح ان مني سال ليها تسخر ليها دريس العواد راجل رحمه كيل اونفي فول افي سيدي محمد لابخيميدي دو العاشور شنو هي ديك الرغبة ديال الحماق اللي شدات سيدي محمد من وراء الغداء ديال في النهار ديال عاشورا اوفغيغ سا بوطا ميغفي بغا يحل العلبة ديال العجائب ديالو اكومبليغ لابخيغ كوليكتيف يكمل ديك الصلاة المشتركة جوي او طومبور اي على ترومبيت بغا يلعب بداك الطبل ديالو ولا ما نعرف وديك الزمارة ديالو هذا هو الجواب الصحيح Où le père du narrateur imna-t-il Sidi Mohamed dans un premier temps fin le معلم عبد السلام داولدو في الاول واش هي لو كوافور في الاول دا عند الحلاق اللي يعني عند سيدي عند سي عبد الرحمن ولا داو لي سوق بوغ اشتي دي جوي ولا دا السوق باش يشري الوعاء ولا داه ابيب مولاي ادريس ولا داه الباب مولاي ادريس الجواب الصحيح ان سيدي محمد مشى مع بواه اول حاجه دارو تشري لي اللعاب وسكتو اخر حاجه بقات هي انه خصو يحسن عند السي عبد الرحمن يعني لو كوافور هي اخر حاجه داروها مني مشى مع بواه للسوق كي السي عبد الرحمن شكون هو هاد السي عبد الرحمن واش هو لو كوافور ولا لو مارشون دو جوي ولا الفقيه ولا المقدم ديال مولاي ادريس ولا داك المقدم اللي كيكون كل داك الضريح ديال مولاي ادريس زرهون الجواب الصحيح هو ان السي عبد الرحمن هو لو كوافور كيل ريكومبونس دونا لوفقي وزيكولي ابري افوار سيليبري لا فيت امسيد شنو هي المكافاه اللي عطى الفقيه لو ماتر دو ليكول كورانيك لي زيكولي التلاميذ لي زيليف من بعد ما احتفلوا بالحفله ديال عاشورا في المسيد اون جورني دو روبو عطاهم نهار ديال الراحه ولا 3 جوغ دو روبو ولا 3 ايام ديال الراحه هو عطاهم 3 ايام وتصادفت مع الخميس يعني ولات عندهم 4 ايام كي حموسه شكون هو هاد حموسه
ان كامراد دو كلاس دو سيدي محمد، يعني الزميل ديال القيسم، يعني كيقرا مع سيدي محمد في المسجد. ان ابخونتي دو المعلم عبد السلام، متعلم ديال المعلم عبد السلام. ان كامراد دو جو دو سيدي محمد، يعني صديق كيلعب مع سيدي محمد. الجواب صحيح ان هاد حموسه هذا هو كيقرا مع سيدي محمد في المسيد. اما سيدي محمد ما عنده حتى واحد كيلعب معاه، والمعلم عبد السلام عنده المتعلم ديالو سميتو دريس لو تينيوه، ماشي حموسه. قول لو ناراتور افيتي لامبرسيون كيل ايتي دوفوني ان اوتر اوم، امتى سيدي محمد ولا عنده داك الاحساس ديال انه صافي راه ولا زعما راجل واحد اخر، يعني تبدل. كو إلا ميس سي زابي نوف، واش من يلبس حوايج جداد اللي شراو ليه بالمناسبة ديال عاشورة. كو لو ميتر لو فيليسيتا، واش من الفقيه ديال المسيد يعني شجعو فيليسيتا وداكشي. كو لي باسون لي سالويير دون لا ري، ولا دوك المرة كانوا كيسلموا عليه في الطريق. ولا كو إل في لا بريير أكوتي دو سون بيغ، ولا حيت مني صلى حدا بوي حس براسو ولا راجل آخر. الجواب صحيح أنه من يلبس حوايج جداد حس براسو ولا راجل واحد آخر وتبدل. بوركوا لو ناراتور نيميتيل با سي عبد الرحمن، علاش لو ناراتور كيف قلت لكم ما كيحملش سي عبد الرحمن. لو كوافور نو سافي با راكونتي ديستواغ، ولا حيت هاد الكوافور لو باربي الحجة ما كيعرفش يعاود الحكايات، سيدي محمد عزيز عليه اللي كيعاود ليه الحكايات. ولا لو كوافور سوغي شارجي دو لا سيركونسيغ، ولا حيت هاد الكوافور غادي يتكلف بالختانة ديال سيدي محمد. ولا لو كوافور سوغي شارجي دو لوي براتيكي اون سيني، ولا هاد الحجام هذا غيدير واحد الحصه تاع الحجامه لسيدي محمد. الجواب صحيح انهم كيحملوش حيت عارفو هو اللي غادي يختنو. كاريفاتيل ا سيدي محمد الوغ كو لو كوافور لو غازي، اشنو وقع سيدي محمد مني سي عبد الرحمن الحلاق الحجام كان كيحسن لي. يل سون دورمي، واش نعس، ولا يل سومي ا بلوغي، ولا بدا كيبكي، ولا يل سومي ا سيني دوني، ولا بدا كيرعف مني في ديالو. الجواب صحيح انه نعس مني كان كيحسن لي سي عبد الرحمن. Quelle impression avait le narrateur en poussant la porte du Msid le jour de la Ashura ? شنو هو الانطباع اللي حس بيه سيدي محمد من يدفع الباب ديال المسيد نهار ديال عاشوراء؟ يعني ني جا المسيد من ولبس حوايج جداد بالمناسبه ديال عاشوراء، شنو هو الاحساس اللي حس يعني ديك الدخله باش حس؟ دون تري دون زان بامور، يعني حس براسو بحال داخل الحمام، ولا دو فيفغ اون فيت فابيلوز، ولا حس براسو انه كيعيش يعني واحد الحفله اللي هي رائعه. وهذا هو الجواب الصحيح. Pourquoi Hamoussa vint-il interrompre le récital à la trompette du narrateur ? علاش حموسه جا وقاطع داك الزماره، داكشي اللي كان كيلعب سيدي محمد بديك الزماره ديالو. Il a été envoyé par Mouli al-Arabi pour remettre les babouches à Sidi Mohamed. واش صيفط مولاي العربي باش يعطي البلاغي البلغه اللي صوب المولاي اللي صوب سيدي محمد. ولا الى ايتي اونفويي بار لا شوافه بور فير تير سيدي محمد، ولا الشوافه صيفطات هاد حموسه قالت ليه سير قول سيدي محمد يسكتنا. ولا الى ايتي اونفويي بار لو ميتر بور شيرشي سيدي محمد، ولا صيفطو الفقيه لو ميتر ديال ليكول كورانيك باش يكلمو يقلب عليه. يعني هذا هو الجواب الصحيح، سيدي محمد كان كيلعب وكيحنقز ويجي عنده حموسه قال لي تكلم للفقيه راه بغات، حيت بغاوه باش انه يعاونهم باش يقادو المسيد. كون لي فام كومونسيغ تيل ا ايسيي لوغ طومبوغا، امتى العيالات بداو كيجربو فدوك الطعارج ديالهم؟ تخوا جوغ افون العاشوره، واش تلت ايام قبل الاحتفال بعاشوره، ولا دو جوغ افون عاشوره، ولا يومين قبل عاشوره؟ الجواب الصحيح انه يومين قبل عاشوره. كيل سوكو لي فام افي اشتي بوغ العاشوره، اشنو العيالات شراو بالمناسبه ديال العاشوره؟ واش العيالات كيشريو دي طومبوغا الطعارج، ولا دي دربوكا؟ العيالات معروف كنشريو حنا البارو كنشريو طارج. كو فو دير سو ماري سولون لو كوافور، اش كتعني شي واحد غيتزوج ولا الزواج على حساب ما قال لو كوافور اللي هو السي عبد الرحمن؟ حنا عارفين ان السي داك سيدي احمد اللي دخل باش يحسن تا هو وشاد النوبه ديالو غادي يتزوج ولد داك البائع ديال الاتاي غادي يتزوج، وتما بدا كيقول ليه زعما كيفسر ليه كشنا هو الزواج، الزواج ماشي هو كدا وكدا وكدا. حنا غنشوفو اشنو هو المعنى تاع الزواج على حساب السي عبد الرحمن. واش باسي دو شارمونت سواري افيك اون جون اي جولي فام، انك دوز ليا لي زوينين مع شابه زوينه وداكشي، ولا كخيي دي ليان دو بارونتي افيك اون اوتر فامي، انك دير علاقات ديال يعني الابوه، ولا المهم انك دير علاقات اسريه مع عائله جديده.
et avoir les enfants capables d'aider les parents dans la vie est-ce que nous avons des enfants responsables et nous avons des enfants qui nous aident à nous aider. هذا هو الجواب صحيح قال لي الزواج ماشي هو انك تدير دوز ليالي زوينه مع السيده اللي غتزوج بها ولكن الزواج هو انك تدير عائله بوحدها مستقله اللي غادي تولد فيها وليدات اللي غادي يعاونوك مني تشرف. أكالوغ لالا زبيدة غيفيتي سون فيس لو جوغ دو العاشورة معاش بالضبط في إن ساعة لالا زبيدة فيقات ولدها سيدي محمد باش يمشي للمسيد ويحتفل بعاشورة. À 5h du matin, à 3h du matin, à 7h du matin, à 6h du matin, à 6h du matin. Le réponse est que c'est à 3h du matin, pour aller au Msid et pour aller au. Quel travail attendait Sidi Mohamed au Msid? Est-ce que c'est le travail qui était pour Sidi Mohamed au Msid? باسي لي ميغ أو لي دو شو أنه يدوز على الحيوطة بداك الجير الأبيض ولا ديكوبي دي ميش بوغ لي لوسخ ولا يقطع داك الخيوطة ديال التوب من داك الشيفونة اللي راشية باش يصوبو بها دوك التريات في السقف. الجواب الصحيح هو هذا أنه مكانش كيجير معاهم ولاني كان كيعاونهم في هذا ديال يحيدو دوك الخيوطة ديال التوب اللي غيزوقو بهم التريات في الحيط. اخر سؤال هو هذا كيل ايتي لو فري نون دو حموسه اشنو هو السميه الحقيقه ديال حموسه علاش هما كيقولوا لي حموسه المهم شنو هي سميتو الحقيقيه واش حسن الخالدي ولا دريس العالمي ولا عزوز برادة. عزوز برادة هي السميه الحقيقيه ديال هذا اللي ملقبينه بحموسه. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون فادكم وحتى الفيديوهات اللي كانت قبل ما تبخلوش عليا بجيم والبارطاج البارطاج البارطاج مع الاصدقاء ديالكم ودعوه للاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره وبالتوفيق للجميع.